مرحبا. فبراير هو شهر التوعية من أمراض القلب. تعرفوا أن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفيات بجميع أنحاء العالم. مشان هيك ضروري تحافظوا على صحة قلبكم لتضمنوا أنكم تعيشوا وقت أطول وبصحة جيدة. شو هن أسباب أمراض القلب؟ أكل غير صحي، التدخين، البدانة، المستوى العالي من الكوليسترول، والمستوى العالي من ضغط الدم أو السكر. الخبر السار هو إنه في كتير من الإجراءات البسيطة اللي ممكن نحن نتبعها لحتى نقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل تجنب التدخين واستخدام أي من منتجات التبغ. 2. ممارسة الرياضة بشكل يومي أو بشكل منتظم. 3. المحافظة على نظام غذائي صحي، مثل إنه نزيد من كمية الخضار والفواكه اللي نستهلكها خلال اليوم، وممكن كمان نزيد من كمية السمك. 4. شيء المحافظة على وزن صحي. وآخر شيء اللي هو نتأكد إنه مستوى ضغط الدم، مستوى السكر بالدم، ومستوى الكوليسترول هم كلهم ضمن المستوى الصحي المناسب. ونحن بفوريفر ننصحكم انكم تستخدموا فوريفر كارديو هيلث اللي بيساعد على دعم وظيفة القلب. بيتضمن هذا المنتج لثلاث طرق لدعم صحة القلب. اول شيء متكون من الكوإنزيم كيوتين يلي هو انزيم بيساعد على الطاقة والحفاظ على خلايا، خصيصا خلايا القلب. ثاني شيء بيعطيكم فيتامينات ومعادن اللي معقول تكون ناقصتكم بجسمكم، مثل مثلا فيتامين سي، فيتامين اي، ماغنيزيوم وغيرها من الفيتامينات. وثالث شيء بيحتوي على مزيج من اعشاب المضاده للاكسده، مثل مثلا الكركم، خلاصه بذور العنب، خلاصه الزيتون، والبوزوليا. هول الاعشاب بتساعد على الدوره الدمويه. كمان هالخلطة بتساعد لمستوى الكوليسترول ومستوى ضغط الدم. اخلطوا كيس واحد من Forever Cardio Health مع ألوفيرا جل أو أي مشروب ثاني بتفضلوا. كل اللي عليكم تعملوه هو إنكم تصبوا، تحركوا شوي وتشربوا، وتأكدوا إنه قلبكم رح يشكركم على هالمنتج. بحب أحكي شغلة مهمة هون، وهي إنه أي حدا فيكم كان بيعاني بالفترة الأخيرة من أي مشاكل بالقلب، اتأكدوا إنكم تستشيروا طبيبكم قبل ما تبلشوا على الفوريفر كارديو هيلث. بما إنه فبراير هو شهر الحب، اتأكدوا إنكم تحتفلوا بحبكم لبعض بقلب بينبض بصحة جيدة. أنا سيفيل، أنا صيدلانية، وأنا لين أخصائية التغذية. ما تنسوا تعبروا عن أعجابكم. باي.